ما ذعذعت نود الهبايب وعد ما برق نشعل مزنوك شفا باسم حاكمها ووالي العهد نايب قامت تبيد تباها في شرفها مرحبا ما ذعذعت نود الهبايب وعد ما برق نشعل مزنوك شفا باسم حاكمها ووالي العهد نايب قامت تبيد تباها في شرفها كأنها عذرة تميل بالذوايب وعينها من عين حمدان وطرفها درب مقدوم صناع العجايب الكرم والمرجل بيده عسفة موهبة الأشعار من ربي وراي أبدع الأبيات التحية متجددة متابعينا الكرام واللغة مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة في انطلاقات التمهيد الرابع لسن الإذاع لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل عاشر أشواطنا الذي تمت انطلاقة بعون من الله وتوفيق الخاص بالأبكار الإذاع المهجنات الأصايل لأبناء القبائل نسير على البركة ونتابع المقدمة والمركز الأول اللي تسيطر على مقدمة هذا الشوط دمعة خليفة بن علي بن خليفة الرميثي الذي ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول بينما الغدوم على المركز الثاني من مثيرة على المركز الثاني لعبد الله بن عيد بن صياح المنصوري اللي احتل المركز الثاني بينما انتقل إلى المركز الثالث هذه هي رحيل اللي شاد الرحيل في تحدي هذا الشوط بشعار سالم الدهيمي بن حمد العامري بينما انتقل إلى المركز الرابع رابع المراكز اللي قادمة في هذه الاندفاع براق عبد الله بن حميد بن حارب المهيري اللي احتل المركز الرابع بينما المركز الخامس خامس المراكز اللي قادمة في هذه اللحظات من الجانب الآخر والمتدخلة دارين مطر براشد بن سويدان الاكتبي على المركز الخامس بينما المركز السادس اللي واصله ندى محمد بن غدير بن عبيد الاكتبي اللي احتل المركز السادس بينما المركز التاسع او المركز السابع متابعينا الكرام هيام ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي من يقدم لنا هيام بينما المركز الثامن اللي بدأت تتدخل في هذه اللحظات واللي تنطلق في هذه المسيرة الله الضبي سعيد بن محمد بن مبارك المهيري بينما ايضا عاشر المراكز نتابع المركز العاشر في هذه اللحظات ندى اللي قادم محمد بن غدير محمد بن غدير بن عبيد الاكتبي هذه هي نتيجتنا متابعينا الكرام عشاقي الأصالة ومحبي هذا الموروث الشعبي الكبير الله نعود إلى المقدمة نعود إلى المركز الأول إلى الريادة الأولى هناك التسلل اللي بدأ من الجانب الآخر اللي غيرت مثيرة لعبد الله بن عيد بن صياح المنصوري بدأ ينطلق على المركز الأول بينما المركز الثاني دمعة هذه هي دمعة اللي تتواجد بشعار خليفة بن علي بن خليفة الرميثي اللي احتل المركز الثاني بينما المركز الثالث وتابع الغدوم على ثالث المراكز من رحيل سالم الدهيمي بن حمد العامري اللي احتل المركز الثالث بينما وتابع المركز الرابع اللي غادمة على رابع المراكز اللي هي براقة عبد الله بن حميد بن حارب المهيري هو اللي احتل المركز الرابع بينما اعود الى المركز الخامس واخذ اللي قادمه على خامس المراكز في هذه اللحظات الله هو شعار الفلاحي اللي يتواصل بالانطلاقه الجميله هيام ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي هذه هي نتيجتنا هكذا تعدادنا متابعينا الكرام للمراكز المنطلقة في تحدي هذا المسار الجميل
الليل ولكن الله مثيرة مثيرة مثيرة، تأتي بالعرض المثير والراية على الصدارة الأولى وعلى المركز الأول مع طيار الوثبة أيضا عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري، بينما شعار ممثل الهجان يتواجد على المركز الثاني في هذه اللحظات. خليفة بن علي بن خليفة الرميثي من يقدم لنا دمعة على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أشوف الشعارات اللي غادمة واللي واصلة واللي منطلقة من أجل النواميس في هذا الصباح الجميل، اللي واصلة على المركز الثالث هذه هي دارين مطر براشد بسويدان الكتبي على المركز الثالث ورابع المراكز. المركز الرابع اللي غادمة من الجانب الآخر متابعينا الكرام براقة عبيد بن حميد بن حارب المهيري، الله الله يا الأسماء اللي قادمة في هذا الانطلاق الجميل والمتميز. لكن لنا العودة إلى المقدمة، ما شاء الله وتبارك الله انطلقت مثيرة، صدر الأوامر. ها هو مع المركز الأول يتواجد عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري على المقدمة، بينما المركز الثاني تتواجد في متابعينا الكرام دمعة خليفة بن علي بن خليفة الرميثي مع ثاني المراكز، والمركز الثالث اللي قادمة والسلام في هذه اللحظة الجميلة والمتميزة اللي انطلقت لي هي هيام ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي، ولكن أرى شعار أيضا بالكديدة على ما أظن اللي تدخل على المركز الرابع، لكن بعود إلى المقدمة الأولى، بعود إلى مثيرة 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 مثيرة، الله يا مثيرة على هذا الانطلاق الجميل. ها هو عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري ينطلق أيضا من أجل النقطة الثالثة في هذا اليوم الجميل، ليذهب بالسلامات إلى العاصمة أبو ظبي وخاصة إلى عاصمة الميادين ميدان الوثبة. تهانينا والناموس إلى عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري على فوز مثيرة ولحظة وصولها إلى خط النهاية من أعلنت هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني أتت فيه متابعين الكرام رحيل سالم الدهيمي بن حمد العامري، والمركز الثالث المركز الثالث اللي احتلته متابعي الكرام هيام ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. المركز الرابع والخامس كان دخول جماعي، نتركه الأعضاء لجنة خط النهاية. نعود بعد التوقيت الزمني الذي تدون تحت اقدام مثيرة، 7:58.13 تهانينا والناموس إلى مالكي مثيرة عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري، تهانينا والناموس.